بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات طيران الحمام الزاجل. ان شاء الله النهاردة هنطير الحمام الزاجل الكبير ومعاهم الحمام الزاجل الصغيرين. طبعا اخر فيديو طيرنا فيه الحمام الزاجل كنا مطيرين الثلاثة الكبار بس، فتحت لهم يطيروا، وبعد كده فتحت للصغيرين بدأوا ان هم يتنقلوا هنا في المكان، تمام كده؟ فان شاء الله النهاردة هفتح لهم كلهم يطيروا. طبعا الفيديو اللي قبل ده على طول كان تدريب الحمام الزاجل، وكانت اول رميه للحمام الزاجل ورميتهم من مسافه 2.5 كيلو ورجعوا للمكان بفضل الله على طول خلال دقائق، يعني يا دوب انا رجعت لقيتهم طايرين هنا فوق البيت. لو انت عايز تتفرج على الفيديو، الفيديو موجود على القناه، الفيديو اللي قبل ده على طول، تمام كده؟ طبعا هنفتح لهم دلوقتي. موجود عندنا هنا 7 حتت، لان في حته طبعا للاسف الحمام ضربها وعورها في دماغها، فدي انا عزلتها لوحديها. هنفتح هنا للسبعه اللي موجودين ونشوفهم ان شاء الله دلوقتي وهم بيطيروا، ونستمتع بيهم مع بعض. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دول يا جماعه 7 حتت اللي موجودين، فيهم 3 كبار و4 صغيرين، تمام كده؟ ما شاء الله، دي 2 3 4 5 6 7 حتت اهم، تمام. كان في حته تامنه طبعا الحمام ضربها وعورها في دماغها، الحته التامنه اهي، تمام. الحمام ضربها وعورها في دماغها وفي جناحها، تمام كده. طبعا دخلت في وسط الحمام اللي جوه، دخلت الاوضه، فطبعا ما عرفتش امسكها، كانت عماله تجري مني وتطير فوق السلكات. فجيت تاني يوم لقيت الحمام ضربها وعورها في دماغها زي ما احنا شايفين كده، تمام. فان شاء الله احنا دلوقتي هنطير ال7 حتت دول بس، تمام كده. دولت فيهم 3 كبار و4 صغيرين، فباذن الله دي اول مره نفتح لهم مع بعض، يعني اول مره نفتح ال7 حتت دول مع بعض. الصغيرين اول مره يطلعوا مع الكبار، فانا شديت لهم الرفوف اهي، تمام، وفتحت لهم البابين اهم، وهبعد عنهم كده واسيبهم يطلعوا بسم الله. ان شاء الله زي ما شفنا كده فتحنا الحمام، طلع طار على طول اهو. ورا بعض اهو ما شاء الله، فوق اهو. بس ما شاء الله تقريبا دي اول مره يطلعوا يطيروا كلهم ورا بعض. بص ما شاء الله اهم 3 اهم في السماء. نطلع بقى نصور من فوق الاوضه عشان ايه نعرف نصور كده افضل. بسم الله ما شاء الله، 1 اهو، 2 ما شاء الله، كذا حتة طايرة مع بعض ما شاء الله. عايزهم بس ايه يلموا على بعض كده ويطيروا مع بعض في نفس الاتجاه ما شاء الله. شبابات وزغاليل يا جماعة، شبابات الكبيرة وزغاليل، زغاليل الصغيرة برضو طايرة. في حتتين بس هم اللي تحتهم، يعني في 5 حتت طايرين اهم ما شاء الله. هيجوا من هنا اهم، في حتتين طايرين بس طايرين بعيد، بس دول هنا اهم ما شاء الله.
اه ما شاء الله. في حتتين تانيين طايرين معاهم بس طايرين بعيد شوية. هيجوا من هنا دلوقتي ما شاء الله. بص فين فوق الحته التانيه اهي، دول الحتتين اللي عليه اهم يا جماعه. بص كده بقى ورا بعض اهم، هيجوا من هنا اهو ان شاء الله. دولت باذن الله لما نيجي نرمي رميه تانيه نرمي عدد اكبر شويه اهو. تاني وراه طبعا الشمس ضاربه في الكاميرا مخليه الصوره غامقه اهو. حتت الزغاليل نزلوا وقفهم، كان في ثلاث حتت وفي حته كانت طايره مع الكبار نزلت ما شاء الله. هي الحته اللي هنا دي اللي كانت طايره، او حته من الازازيات دول تقريبا كانت طايره ونزلت. والحتتين الطايرين اهم كبار ما شاء الله. والحته الثالثه لسه شايفها دلوقتي بس ما اعرفش اختفت فين. الشمس طبعا ضاربه في الكاميرا مخليه الصوره غامقه عليها. في حته هي فوق هنشوفها دلوقتي، مش دي لا، الحته بتاعتنا هتيجي دلوقتي اهي، دي بتاعتنا. والحته اللي وراها دي بتاعتي الزجل، لان انا الغيه اللي جنبي فتحت. يا جماعه الغيه اللي جنبي فتحت بتنش، دي الغية اللي جنبي. هم ما شاء الله ملهمش دعوة بالحمام اللي طاير، حتى واخدين بعضيهم مع نفسيهم كده. يجوا من هنا دلوقتي واخدين بعضيهم مع نفسيهم هم. اهو ما شاء الله اهو. بس الحمام طاير فين؟ اهو جنبيهم اهو، هم ملهمش دعوة واخدين مع نفسيهم هم. كانوا يركنوا، ها كانوا يركنوا لما صفرت لهم طاروا تاني. دول الحتت الكبار، الحتتين دولت ما شاء الله عليهم تقريبا كده ذكر وانتهى واخدين بعض. الحته الثالثه يا جماعه دي الحته الثالثه، هتيجي دلوقتي اهي، حته اهي وحته اهي. ما شاء الله بس الحمام بتاع الغيه اللي جنبي طبعا حمامي ما دخلش في وسطيهم تقريبا عشان هو مش متعود على ان هو يلم على حمام، ما دخلش في وسطيهم كده احسن يعني. الحمام اهو تمام كده يا جماعه زي ما شفنا مع بعض ما شاء الله، حمام طاير والدنيا حلوه وجميله وما شاء الله بيطيروا كويس. في حته واحده بس من الصغيرين هي اللي طارت مع الثلاثه الكبار، وبعد كده نزلت والثلاثه الكبار هم اللي طايرين. طبعا في حته بتبعد بعيد ديت اللي هي تقريبا رقم اربعه، دي بتجري بعيد، دي بتروح تشوف اماكن ثانيه وترجع. الحتتين التانيين اللي بيطيروا مع بعض دولت تقريبا بنسبه كبيره جدا ذكر وانتاج تمام كده. فما شاء الله دولت اللي ايه اللي احنا بنتفرج عليهم وهم طايرين باذن الله. الزغاليل اللي احنا شفناها او الشبابات اللي احنا شفناها دلوقتي ديت يعني كمان مرتين ثلاثة كده طيرهم، بعد كده إن شاء الله هتلاقيهم في وسط الحمام ده طاير في السماء بإذن الله، وهيلموا على بعض كده ويطيروا مع بعض بإذن الله تمام كده. فالمفاجأة بقى إن أنا في طريحة تانية بجهزها بإذن الله عشان نطيرها الفترة اللي جاية مع الحمام ده، أو هنطيرها الأول لوحديها لحد ما تبقى جامدة كده وبتعرف تطير حلو، وبعد كده نفتح لها في وسط الحمام ده ونبقى بنطير طريحتين مع بعض حوالي 15 حتة أو 16 حتة زاجل بإذن الله تمام كده. ولسه باذن الله عجله الانتاج شغاله وفي حاجات هتطلع تاني باذن الله قريب، وكله ان شاء الله هنوقفه وهننشه باذن الله تمام كده. فتعالوا دلوقتي افرجكم على طريحه الزغاليل الثانيه ونرجع تاني. بس ما تنساش اعمل لي لايك على الفيديو عشان الفيديو ياخد حقه يظهر لكل الناس، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف بقيه الفيديوهات وتشوف ان شاء الله التدريب ورمي الحمام. هنرميه من مسافات كتيره وهنتفرج عليها باذن الله، تبقى فيديوهات كلها ممتعه.
يلا بينا. شوف كده بسم الله ما شاء الله في زغلولين هنا اهم. زغلولين اهم ما شاء الله. حتتين مفصصات ولاد القص ده. تمام نشين عيالهم قبل كده دول ما شاء الله بيطلعوا حاجات جميلة. تمام كده الحتتين المفصصات دولت ان شاء الله لما يتفطموا هينزلوا وهيتدشروا وهيطيروا ان شاء الله مع الحمام اللي احنا بننشه ده بفضل الله. دول اول حتتين اهم. ما شاء الله حتة كمان اهي. يبقى كده ثلاث حتت. حتة مفصصة متحضنة تحت القص اللاهور ده. تمام حتة زاجل مفصصة كانوا حتتين بس مات حتة. تمام كده فالحتة دي ان شاء الله برضو لما تتفطم هتطلع وتتدشر وتتنشي مع الحمام ده بإذن الله. بسم الله ما شاء الله حتتين قشقيات اهم اللي في النص دول زغلولين فرخ بفضل الله لابسين دبل اهو. تمام برضو دولت ان شاء الله جاهزين دلوقتي ان هم يتفطموا بس ان شاء الله ايه قريب كده اخدهم افطمهم وادشرهم مع شويه زغاليل تانيين. اهليهم ما شاء الله هم النتايه ديت ما شاء الله جامده والدكر ده ما شاء الله من الدكوره الجميله برضو. تمام الحتتين اللي في النص دول باذن الله هيتفطموا قريب. في هنا ما شاء الله حته ازازيه اهي زغلول. تمام لسه ده باذن الله زغلول بطش طبعا ان شاء الله برضو لما يتفطم هيتدشر ويطير مع الحاجات التانيه. طبعا هو متحضن هنا تحت الهزازات دي. تمام كنت محضن الحصوايه السلك بتاعتهم ومعاها حصوايه زاجل. بص بقى ما شاء الله حتتين تاني اهم حتتين اهم. تمام زغلولين ما شاء الله تبارك الله زغلولين اهم لسه بطش صغيرين باذن الله برضو هيتدشروا لما يتفطموا يتدشروا برضو مع الحمام الصغير لسه يعني ان شاء الله قبل ما التانيين يتفطموا يكون دول جاهزين ان هم يتفطموا باذن الله ويتدشروا معاهم ويثيروا ان شاء الله الطريحه اللي جايه كده باذن الله. في حوالي 8 حتت في حوالي 8 تاني هيتدشروا باذن الله بعد ما يتفطموا ويطيروا باذن الله مع الحمام التاني. تمام كده يا جماعه زي ما شفنا مع بعض دي طريحه الزغاليل التانيه اللي هطيرها باذن الله قريب. انا ما فطمتش حاجه لسه في حتتين جاهزين للفطام بس انا ما فطمتهمش مستني شويه لحد ما الحاجات التانيه تقرب ان هي تتفطم عشان افطمهم كلهم مع بعض في سلاكه غير السلاكه دي طبعا لان دي خلاص كده فيها 8 حتت مش هينفع ان انا ازود عليها اكتر من كده. هحاول ان انا يا اما اعمل سلاكه تانية يا اما افضلهم دور تاني او افضلهم مثلا سلاكات جنبيهم هنا او اجيب لهم مصطبه احطها فوق السلاكات دي عشان اطير منها الطريحه التانيه باذن الله. المهم يعني الكلام ده كله هنشوفه في الفيديوهات اللي جايه بس ما تنساش تعمل لايك على الفيديو تعمل اشتراك في القناه تفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده. وده كان فيديو النهارده يا رب نكون استمتعنا بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السبع حتت اهم 2 4 5 6 7 هم بعد ما نزلوا الدنيا ظلمت طبعا احنا بقينا بالليل دلوقتي طبعا احنا بالليل اهو. تمام انا منور لهم هنا النور اهو فنزلوا حبسوا لوحديهم وقت المغربيه بفضل الله. تمام السبع حتت اهم بص كده ما شاء الله اهم 1 2 3 4 5 6 7 اهم. تمام